السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة وعافية جيدة إن شاء الله. كما تعرفوا من اللي خرج هذا القانون هذا ديال تسويت وضعية المهاجرين والسناتورية وسميوها كما بغينا، لأن دائما تقول ما سناتورية ما والو، يعني مش شي قانون يعني اللي غادي يتيح الفرصة أنه العديد والعديد ديال الناس اللي كاينين هنايا في إيطاليا اللي هما بدون أوراق حاربين أنهم يسووا الوضعية ديالهم. كما تعرفوا لأنه فيه بزاف ديال العراقيل، لا بالخصوص يعني هاد جوج ديال المجالات يعني اللي كاينين اللي حدوا فيها يعني تسويت الوضعية ديال المهاجرين يعني في البازان او في الفلاحة، يعني صعيب بزاف ان العديد يلقاو يعني الجميع يعني البروفات ويلقاو كذلك الدكتور ديال لابورو حتى لقاو. حنا عرفنا يعني الاثمنة اللي كاينة كاين 6000 اورو 5000 اورو قليل، كتلقى شي واحد مثلا داير شي ثمن شوية مبسط. المهم على اي دائما كما قلت لكم ملي خرج القانون هو كاين فيه دائما تحديثات وكاين فيه اجورنمنت جداد. مؤخرا بالنسبة للخصوص هذا الموضوع اللي تخص بالذات الناس ديال الحمايه الدوليه او البروتكسيون انترناسيونال كما تعرفوا صحاب اللجوء، يعني عندهم الاختيار. هذا اللي خرجت به قرار اللي خرجت به وزاره الداخليه غير نهار 19، يعني احنا اليوم شحال 23، يعني الله 3 ايام تقريبا 4 ايام باش خرج هذا القرار. هذا كما قلت لكم يعني خرج هذا القرار هذا اللي تعطيه الحريه لطالب اللجوء او الحمايه الدوليه انهم حافظوا على ذاك العنوان ديال انهم يعني عندهم اوراق ديال من اجل الحمايه الدوليه، وكذلك في نفس الوقت انهم يكونوا يعني عندهم يعني بيرميس سوجورنو بير لابورو سوبورديناتو كما تعرفوا باش يسووا الوضعيه ديالهم في هذا القانون هذا. اش يوقع اللي بغى يختار، يعني اللي اختار انه يحافظ على ديك انه اللجوء يبقى اللجوء اومين طون، يعني عنده بيرميس سوجورنو غيكون بروفيزوار بطبيعة الحال من اجل العمل، غادي يعطيوه يعني واحد الكارطاتشو بيرميس سوجورنو كارطاتشو ديال الورقه ولا غادي يعطيوه ليه. علاش؟ لانه غيبقى دائما محتفظ بداك التيتولو بداك العنوان ديال اللجوء اللي كان جا دخل به لهنايا لايطاليا، ولو انه غادي يمكن انه يشتغل مثلا في الفلاحه او في مثلا بادانتي او كوف او ما الى ذلك من الاعمال اللي مسموح بها ان الانسان يدفع بها طلب باش يسوي الوضعيه ديالو في هذا القانون هذا. في الحاله الثانيه انه ممكن انه كذلك يتخلى على ديك الحمايه الدوليه البروتكسيون انترناسيونال، وغادي تعطيوه يعني واحد بيرميس سوجورنو اللي ديال الكترونيكو ديال ديك السكيده الكترونيكا ولا غادي يعطيوه ليه، وبطبيعه الحال ما يبقاش عنده الحقوق يعني ديال هاد البروتكسيون انترناسيونال، ما يبقاش عنده الحقوق هذا وما يبقاش عنده يعني هاد العنوان هذا ديال انه باقي الوجوب. اين فوا صافي تتخلى عليه صافي تولي عنده بيرميس سوجورنو ديال لابور سوبورديناتو نورمالي ومؤقت بطبيعة الحال، ومن بعد خصو كذلك يعني يجيب يعني بيرميس سوجور، ومن بعد خصو كذلك يبقى صافي عادي نورمال انه يبقى يبدل الاوراق ديالو عن طريق عقود العمل. بالنسبه للفئه الاولى كما قلت لكم تعطيهم واحد بيرميس سوجور اللي ما بغاش يتخلى، يعني اومين طون باغي يخدم و اومين طون يعني بغا يبقى محافظ على ديك اللجوء الدولي او الحمايه الدوليه، تعطوك واحد الورقه كارطاشو بيرميس سوجورنو كارطاشو ورقه اولى تعطيو لك صالح فقط يعني للعمل في ايطاليا وغير صالح انك تخرج به خارج ايطاليا او تخدم به خارج ايطاليا، يعني باش تكونوا عارفين هذه المساله. هذا هو القرار الاخير اللي خرجت به وزاره الداخليه، حبيت انني نوصلوا ونعرف به الاخوان ديالنا اللي عندهم اللجوء ونعرف به الاخوان ديالنا والمتتبعين ديال القناه ديالنا باش يكونوا عارفين هذه المساله دي بانهم عندهم الحق يديروا ديك لا كونفيفينس او التعايش ما بين البيرميس سوجورنو من اجل الحمايه الدوليه وكذلك من اجل لابورو سوبورديناتو. غير بعض الحالات اللي كانوا تكلموا عليه شحال هذه، غير هي النقط هذه ما كانش واضحه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للناس يعني اللي ما داروا حتى شي حاجه ومشات الامور ديالهم بخير وعلى خير، راه البيرميس سوجورنو ديالهم غادي يتجدد حتى ل 31 اكتوبر ديال 2020 ديال السنه هذه. بطبيعه الحال الناس اللي غادي ياخذوا اللجوء اللي غادي يدوزوا يعني في المحكمه وغادي الاستئناف ديالو وغادي يعني تكون الموافقه على انهم بعدا من حقهم انهم يستافدوا من ذاك اللجوء او من الحمايه الدوليه. وبالنسبه للناس اللي غادي يتخلاوا بطبيعه الحال
الواخا يخرج لهم هذاك البيرميس سيزونو ديال الحمايه او ديال اللجوء يعني غيبقى غير صالح للعمل لانهم صافي غيتسناو البيرميس سيزونو ديالهم من اجل العمل. كان هذا موضوع تهم يعني المساله ديال اللجوء انه كاين واحد التعايش ممكن يكون تعايش ما بين اللجوء وما بين كذلك البيرميس سيزونو ديال العمل. يجب على الجميع انهم يكونوا عارفين صحاب اللجوء خصهم يكونوا عارفين المساله هذه بغاو يحافظوا عليها راه يحافظوا عليها ما بغاوش يحيدوا اللجوء راه ممكن انهم يحيدوا اللجوء. هذا كما قلت لكم الزرمانيتو جديد الارتيكل 103 فيه كوما واحد وفيه كوما جوج. مهم ما غاديش ندخل في التفاصيل الدقيقه ديال هذا القانون ممكن نقدر نخلي لكم يعني في قريت الخبر هذا اللي بغى يدخل يطالع عليه ويشوف الخبر هذا بطبيعه الحال. كذلك كاينه واحد المساله تتهم السفاره المغربيه اللي كاينه هنايا انه راه غادي يبداو يخدموا حتى نهار السبت بالنسبه للناس ما لقيتش الوقت انهم يمشيو مثلا السفاره لقضاء الاغراض ديالهم. كنبغي نقول لكم الاغلبيه ديال السفارات المغربيه راه يخدموا حتى نهار السبت وغيكونوا فاتحين الابواب ديالهم في وجه جميع المغاربه اللي باغيين يقضيو الاغراض ديالهم وما عندهمش اوراق باغيين يقضيوهم. المهم كان هذا هو الخبر اللي غادي ننهي به هذا الفيديو هذا. نتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.